سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله. صباح الخير البنات، كي صبحتوا بخير لاباس عليكم؟ كنتمنى تلقاكم بخير وعلى خير. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا البنات، جيت معاكم الكوزينه يعني من الصباح. انتم البنات كل شيء يعني صبحت الكوزينه نقيه، الماء عند الفطور اللي فطرنا فيهم راه غسلتهم، ما كان عندي حتى شي حاجه. انتم البنات كما كتشوفوا من العشاء ما عندي والو، داكشي غير الكيسان والكسرونه ديال الحليب، يعني فاش فيت الحليب لبنتي وداكشي. المهم ما عنديش كاع الماء ديال العشاء. صافي هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا هذيك الحليوه اللي صايبت معكم البارح. وهنا كيف ما كتشوفوا البنات سلقت كيف ما نت كنت كنصاوب في الفطور، حطيت معايا واحد ثلاثه ديال البطاطات كبارين يتسلقوا باش غادي ندير المعقوده. وهنا البنات كيف ما كتشوفوا رطبت اللوبيا البارح، لان كنت عارفه شنو غادي ندير الغدا. كنت غادي ندير المعقوده واللوبيا، وكنت غادي ندير واحد شويه ديال السردين. قلت السردين حتى الصباح ونجيبو باش يكون جديد، ولكن فاش خرجنا ما لقيناش السردين. صافي وما جبتوش. المهم غادي ندير غير المعقوده دابا اللي عندي في البال هي، وغنحيد بعدا هذيك نقيها هذا نقيها ونمعسها ما حتى مازال سخونه، ونرد اللوبيا نغسل الكوكو ترد اللوبيا وندوز باش غادي نكمل معكم الروتين فما تمشيو فين. المهم البنات اول حاجه ان شاء الله غادي نبدا معكم بها في هذا الروتين هذا هي المعقوده. الصراحه المعقوده دايراها معكم شحال من مره، هاد الطريقه هادي فنه زوينه بزاف بزاف، كتجيب المعقوده رائعه. فكما كتشوفوا البنات هنا بطاطا بعد ما سلقت انا درت زعما كميه كبيره. صافي البنات كيف ما شفتوا انا سلقتها. حاولوا البنات ما تسلقوهاش بزاف، المهم تكون طيبه ولكن ما تكونش زعما طيبه حتى مهريه، باش هكا كتجيكم زوينه. المهم البنات كيف ما شفتوا خديت ديك المعقوده، غادي نزيدها كيما هنا واحد جوج فصوصه ديال الثومه محكوكين. عرفتي البنات الثومه كتعطيها واحد المذاق خطير، كتعطيها مذاق زوين بزاف بزاف. المهم البنات جوج، انا غنعاود معكم الطريقه واخا قلت لكم كنت حاطاها معكم. غادي نزيد القزبور ومعدنوس كانوا عندي في المجمد، الا كانوا طريين حسن. غنزيد شويه الكمون وشويه ديال التحميره وشويه ديال الملحه. صافي هذا الشيء اللي كندير فيها، وكندير فيها واحد البيضه يعني ما كنكثروش فيها العطريه بزاف. صافي خليتها على جنب، دزت هنا باش غادي نشارك معكم الطريقه ديالي في اللوبيا. كتجي لوبيا زوينه وخاتره وما كاين، وتقدروا ما ديروش فيها مطيشه كاع. المهم البنات درت واحد المعلقه ديال مطيشه الحك، درت التحميره، درت واحد شويه ديال الكمون غير واحد الرويس معلقه ديال الكمون، درت القزبور او معدنوس، درت الملحه. وغادي ندير هنا في الصوصه ديال الثومه، ممكن تلوحوا الثومه هكا ديروا حتى رويس ديال الثومه صاين. كنعرفوا ان الثومه كتواتى وكتجيب هذه اللوبيا ديالنا زوينه. صافي وغادي نزيد شويه ديال البزار، وغادي نزيد شويه ديال الخرقوم عرق، وغادي نزيد شويه ديال سكينجبير، غير شويه سكينجبير ما تكثروش. غادي ندير شويه ديال الزيت بلديه وشويه ديال الزيت روميه، وغادي نحك واحد ربع تقريبا بصله اولا نص بصله صغيره في هذه الحكاكه الرقيقه، يعني بحال كيبلا كيهبط ليا غير الماء ديال البصله، وواحد مطيشه صغيره. هانتوما المات كانت عندي انا طايبه بزاف في الثلاجه ودرتها، ممكن الا ما كايناش تستغناو عليها ما ديروهاش، وكتجي غير بمطيشه الحك كتجي فنه وخاتره وزوينه، وما كنشحرها ما والو. انا هذه هي طريقتي. صافي غادي نبلل الكوكوت، وغادي نسد عليها نقص عليها ونسد عليها ونخليها حتى طيب. صافي راه كتجي كما قلت لكم زوينه. وهنا كنبقى عندي واحد شويه ديال اللوبيا. الصراحه ملي كتكون عندكم هكا في الفريكو كتسهل عليكم، لا كان عندكم الحوت ولا شي حاجه ولا شي خبيزه ولا هذا، يعني غير كتجبدوها وصافي وديروها تطيبوها، ماشي بحال ملي كتفكروها عاد كتنوضوا ترطبوها. هنا البنات غادي ندير معكم واحد السلطه صحيه وزوينه بهذا المكون هذا اللي هو ابلي. القمح اللي ما متوفرش عندها هذا القمح هذا، ممكن ان دير داك القمح مهرس اللي كنقولوا ليه حنا هربل، كتاخذيه وكتديري غير هو
غير هذا كيبقى شويه واخا كيتسلق كيبقى شاد راسو، يعني كيبقى زوين وشاد راسو. صافي. المهم انا خديت كاس، يعني بالنسبه لاربعه الناس راه كاس كافيك انك تصايبي بيه واحد السلطه اللي صحيه. المهم البنات الكوكوت ديالي تما راه كتصفر كيف ما شفتوا، وهنايا درت داك الكاس ديال داك ايبلي، كي داك القمح كيتسلق مع شويه ديال المليحه وصافي، ونخليه يتسلق. من بعد ما تسلق البنات غادي ندوز ندير معاه هنا كيف ما شفتوا، كان عندي واحد طريف ديال المكور، غير شويه شويه ديال المكور غير كان عندي في الثلاجه ما بغيتش نضيعه ودرته. وهنا داك ايبلي هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا، من بعد ما يعني تسلق غنزيدو واحد العلبه ديال الطون. صافي البنات كيف ما شفتوا ديك العلبه ديال الطون تكون ديال الزيت. صافي كنشدها كنفتتها بحال هكا باش تجيني في السلطه كامله. انا البنات خديت شويه ديال لانشون حار وخديت الفرماج حمر، قطعتهم كيف ما شفتوا مربعات صغيره. صافي وغادي نزيد واحد ثلاث معالق ولا جوج معالق باش غادي نجمع هذا الرز ديالي ديال المايونيز. انا البنات هذا المايونيز راني مصايباه في الدار، كيف ما كتشوفوا القوام ديالو كيجي فن، كيجي زوين وهكا واقف، وكما قلت لكم كنصايبو غير في الدار. صافي غادي نخلط، وهاد السلطه ممكن تزيدوا لها اي اضافات، ممكن تزيدوا لها الخس، تزيدوا لها الخيار، تزيدوا لها المهم اي حاجه عندكم. انا كان عندي المكور صافي ودرت فيها المكور. المهم غنخليها تبرد وغادي ندوز باش غادي ندير المعقوده. هانتوما البنات هاد الطريقه هادي ديال المعقوده باش كنسهل عليا الماموريه. كناخد هكا ديك المعقوده وكناخد واحد البلاطو تنفرش فيه السلوفان ونحطو عليه شي بلاستيكه. صافي وبقاو هكا نتوما كيف ما كتشوفوا تشكلوا كريات على حسب الرغبه، وكما قلت لكم داك النهار كتوركوا عليهم، يعني ضروري كتوركوا عليهم شويه هكا. صافي من هاد الطريقه هادي كتسهل عليك ملي كتجي تقلي، ماشي بحال ملي كتبداي تكوري وتقلي كتشد لك شويه الوقت. صافي كما كتشوفوا غادي ندوز باش غنصاوب معكم الخليط اللي غنقلي فيه هذه المعقوده هذه. بالنسبه لبنات الخليط درت تما الدقيق وزدتو شويه ديال الخميره، شويه ديال البزار، شويه ديال الكمون، شويه ديال التحميره، شويه ديال الخرقوم عرق، وشويه ديال الملون، يعني ملون ضروري باش كيعطيكم داك اللون زوين. والبزار ممكن تعوضوه بفلفله مدقوقه. صافي غنبقى كنزيد هنا كيف ما كتشوفوا في الماء حتى كنتحصل على واحد القوام ما يكونش خاتر وفي نفس الوقت ما يكونش جاري، يعني ديروا فيه البطاطا ديالكم ويبقى لاصق فيها. صافي المهم تما البنات كيف ما كتشوفوا درت الزويته حتى سخنات، وغادي نبدا كنهز كما قلت لكم البنات هذه الطريقه هذه كتسهل عليكم انكم تقليو زعما وانتم مرتاحين، ماشي كيبقى بالكم انتم كتكوروا وانتم كتقليو هكا كتجي طريقه زوينه. وما كيما شفتوا البنات راه كنديروا غير بيضه، وكنديروا بيضه يعني مع البطاطا، ما كنحتاجوش اننا نديرو البيض في القلي، يعني القلي غير ديك الخلطه ديال الدقيق والخميره راه كتجي واعره. البنات اللي جربوا المعقوده بالطريقه راه عجباتهم. صافي هانتوما البنات انا غنوريكم كي كتجي محمره وزوينه. كندير واحد الورق تما ديال هكا ديال باش يمص داك الفائض ديال الزيت. صافي وغادي ندوز باش غادي نقدم الغديوه ديالي كيف ما شفتوا. كتجي غديوه اللي زوينه البنات. كما قلت لكم انا كنت باغا ندير الحوت ولكن ما لقيتوش. صافي وانا نعوضو بهذاك عوضتو بهذاك الطون المعلب، جبت داك الحكيك ودرتو. هانتوما البنات المعقوده ديالنا كتجي واعره، كتجي يا سلام كتجي زوينه بزاف بزاف. واللوبيا حتى هي ما نعاودش لكم، غير جربوها بهذيك الطريقه اللي قلت لكم البنات، جربوها انكم ما تشرملو ما زعما ما تشحروها ما والو، يعني غير ديروها في هكا، غير ديروا كل شيء وسدوا على كل شيء وتشوفوا كيفاش غادي تجيكم، كتجي خاطره وزوينه. صافي البنات من بعد غادي ندوز باش غادي نشارك معاكم الكوتي اللي قلت لكم، كوتي كيبقى اقتصادي وزوين وسريع. هنا البنات غادي ندوز باش غادي نصايب معاكم هذا المسمن، حيت غنصايب معاكم حتى واحد الشهيده. المهم بالنسبه للمسمن البنات كديروا نفس كديروا الفرص والقمح، غير القمح تيكون غالب شويه على على الفرص تيكون غالب على القمح. صافي زدت معلقه ديال السكر وزدت شويه ديال الملحه. صافي وغادي نعجن العجينه عادي بالماء بارد من الروبيني. وغادي نزيد البنات هنا واحد نص خماره، غير واحد نصيص ديال الخماره باش غادي يجينا هاد المليويات هادو غيجيونا فنين، وتالطريقه باش غادي نخدمهم معاكم.
كيجو زوينين بزاف. المهم البنات بديت بالملوي هو الاول اللي انا كنعرفو كيبغي يرتاح. صافي غادي نعجنو وغادي نحيدو نديرو فواحد البلاستيكه. نتوما البنات غنديرو فواحد البلاستيكه وغادي نخليه على جنب حتى هذا حتى يطلق شويه. عاد غادي ندوز باش نكمل الطريقه ديالو. صافي البنات هنا ملي خليته تقريبا واحد ما كملش واحد 15 دقيقه دزت ليه. المهم البنات انا غنخدم معكم، واخا انا راه كنت درت شي في شي، ولكن في المونتاج حاولت اني نقاد لكم كل وصفه بوحدها باش هكا ما تخربقوش ويجيكم كل وصفه باينه. اما انا البنات راه كنت كندير تقريبا ثلاثه وصفات في دقه واحده. صافي البنات هنا كما كتشوفوا قطعت داك العجين الكريات صغيره لاننا حاجتنا في ملوي يكون صغير، الحجم ديالو صغير وزوين. صافي خديت هنا البنات الزبده بحراره المطبخ، زدتها السميده وغادي نزيدها واحد الخماره تقريبا. انا كانوا عندي تما جوج خمارات يعني النص في النص هي وحده. صافي غادي نبقى كنزيد في داك الزيت وانا كنخلط حتى كنتحصل على واحد العجينه اللي تكون رطبه. غير ديك الزبده حاولوا انكم تخرجوها على بكري من الفريكو ولا من الثلاجه. بالنسبه لهاد الطريقه البنات ديال هاد الملويات هادو كيجوا روعه، كيجوا فنين. ها نتوما البنات بالنسبه للطريقه كناخد الملويه الاولى وكنطلقها بحال هكا كيف ما شفتوا، يعني كتطلقوها بحال هكا صافي. وكتاخذوه شي موس ولا كتاخذوه عندكم هاد الجراره ديال البيتزا صافي. وكتبقاو كتبقاو تقطعوا كيف ما شفتوا، يعني تقطعوا شرائط وكتبداو بالجناب. علاش البنات كتبداو بالجناب؟ باش هكا كتحصلوا على داك الملويه ديالكم تكون مقاده، يعني دعا كنعرفوا ان دوك الجناب كيجيو شويه ديفورمين. صافي فاش كت ديروهم فاش كتردوهم في الوسط كيجيو ما باينينش وكيجيو زوينين. ها نتوما البنات شفتوا، يعني دائما بداو بالجناب. بطبيعه الحال راه كندهنوا بداك الخليط اللي صاوبنا كيعطي واحد التوريق زوين بزاف لهذا الملوي. من بعد ما كملت البنات الكميه كامله اللي عندي ضروري انكم تخليوها كترتاح، يعني ما غاديش تسرحوها في البلاصه. خلو العجينه ديالكم تطلق، غطيوها خلوها كتطلق. وغادي ندوز باش غادي نطيب الطياب العادي اللي كنطيبوا به المسمن او ملا الملوي ديالنا. غنبقى نطيب عندي خليط ما بين الزبده والزيت. هنا حاولت انني نطيب بجوج بجوج ولكن البقله ديالي صغيره، يعني طيبت غير هاد جوج ومن بعد بقيت كنطيب غير بوحده بوحده. فالصراحه البنات كيجي فن 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 هاد المليويات هادو كيجيو رائعين. هانتوما هنا راه مازال سخون، انا غادي نحل معاكم وحيده باش تشوفوها. غير هو البنات ملي تساليو من الملويه ديالكم تحطوها بقاو كتضربوها يعني بحال هكا بحال هكا بحال كتجمعوها في يديكم. هما كيف ما كتشوفوا كيجيو زوين بزاف بزاف البنات، كيف ما كتشوفوا كيجيو مورقين هانتوما البنات. المهم دابا غادي نبين لكم غير المهم كلقطات في كل وصفه، وان شاء الله غادي تشوفوا كل شيء بالتدقيق في الطبيله ان شاء الله ديال كوتي. هنا غادي ندوز باش غنصاوب معكم الشهده اللي كنت شاركت معكم العجين ديالها في البريوش. كنحتاجو كاس ديال الماء دافي، معلقه ديال الخميره، معلقه ديال السنيده، وغادي نزيد واحد البيضه، وغادي نزيد واحد ثلاثه المعالق ديال الزيت. يعني الزيت يكون بزيت بلديه كتجيب هاد القرص واعرين. انا البنات كاضافه غادي نزيد تقريبا واحد جوج معالق ديال الزهر غير كاضافه. الناس اللي ما كتبغيش المذاق ديال ماء الزهر ما ديروش. صافي البنات غادي نزيد ربعات الكؤوس ديال العنبه. هاد الدقيقه البنات انا عندي مغربل، المهم انا راه شاده العبر. هاد الخليط هذا اللي كنديروا السوائل كيهزوا لينا ربعه ديال الكيسان باش كيجينا القوام هو هذاك. وممكن البنات انكم تعجنوا العجينه ديالكم في القصريه عاديه، راه هي دغيا كتجمع، ديروا غير نفس الكميه اللي عطيتكم ديال الطحين صافي. المهم هنا غادي نخليها كتخمر، نغطيها بواحد البلاستيكه ونخليها حتى تخمر. من بعد ما خمرات هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا غادي نفرغ العجين ديالي فوق سطح العمل وغادي نبدا كنشكل فيه. المهم البنات داك النهار فاش درت معاكم القرص جا القرص كبير، درت فيه سبعه القريصات. هنايا غادي نقسم ل 14 كره هكا باش غادي تجيني هذا على قد داك المول اللي عندي. 14 كره البنات. داك المول راني غلفته ببابي كويسون ودهنت ليه الجناب ديالو بالزبده باش هكا ما تلتصقش عندي، وديك الزبده كتزيد كتحمرو من الجناب.
بالنسبه للحشو البنات انا غادي نديرهم هكا بالشوكولات. ممكن ديروا هاد الشهده هذه مالحه، ممكن ديروا لها حشوه مالحه تعمروها بالطون وشويه الخضره، ديروها بالكفته، ديروها بالفروماج، ديروها بداك الخليط ديال الجبن والزيتون الكحل والكاشير، حتى هو كيجي زوين. انا البنات غادي نديرها غير بالشوكولات، لان حاولت اليوم نخدم هاد الكوتي هذا بداك الشيء اللي عندي في الدار، يعني كانوا خاصين غير شي حوايج قلالين هما اللي جبت من برا. صافي غادي نكمل بنفس الطريقه البنات كيف ما شفتوا، وغادي نشارك معكم واحد الحيله، يعني غتبقاو كديروها هكا المعجنات ديالكم كيخمروا دغيا. المهم البنات هنا كيف ما كتشوفوا الشهده ديالنا تبارك الله ما شاء الله ضعف الحجم ديالها. غنعطيكم واحد الحيله ان شاء الله باش تبقاو تخمروا بحال هكا ما عندكمش الوقت وبغيتو دغيا تخمر لكم، وخصوصا البنات بحال هكا الشهده البريوش راه كيخصهم يخمروا باش كيجونا مهويين وزوينين. انا البنات شعلت الفران مزيان حتى سخن وحطيت فيه هاد الطاوه وطفيته، يعني طفيوه عاد كتدخلوا الطاوه وتخلوه، ديك السخونيه كترجع ليه هي اللي كتخمر. صافي البنات كيف ما تتشوفوا هنا عندي صفر بيضه وشويه ديال الصوص سوجا كيما تعودتوا معايا باش كندهن الشهده اولا البريوش ديالنا، وهنا عندي شويه الجنجلان نقي. صافي غادي ندوز باش غادي ندهن هاد الشهده هذه غير بشويه باش نحافظ لها على داك الحجم ديالها وندير عليها داك الجنجلان. صافي البنات من بعد ما دهنتها كيف ما كتشوفوا دابا غادي نزيد الاضافه ديال الجنجلان. المهم البنات كما قلت لكم في الاول الفيديو هذه راه نفس العجينه اللي صوبت معكم بها القرص هي اللي غنديروا بها الشهده، كتبقى من الوصفات الناجحه والوصفات السريعه. وانا عطيتكم الحيله ديال التخميره البنات باش تخمروا الشهده ديالكم. بالنسبه للبنات اللي ما كتصدقش معاهم الشهده كونوا على يقين ان هذه الطريقه هذه غادي تصدق لكم مليون في المئة، غير عطيوها الخميره يعني تخمروها وديروا لها هذه الطريقه اللي قلت لكم الا كنتو هكا مزروبين. صافي البنات غادي ندخلها دابا الفرن عندي سخون، غنشعلها غير من تحت حتى تحمر صافي ونشعلها من الفوق ونتلاقاو ان شاء الله. بالنسبه للبنات الشهيده ديالنا ها هي كيف ما تتشوفوا، ها هي وجدات البنات، شوفوا كيفاش تتجي، تتجي واعره كتجي زوينه. غادي دابا نديمو ليها وكيف العاده حتى ان شاء الله نحطو الطبيله ديالنا وغتشوفوا كيفاش جات حتى من الداخل. هانتوما البنات شوفوا، شوفوا شحال رطبة وفنه كتجي، شوفوا شوفوا الحجم ديالها شحال كتجي طالعه. غندوزو دابا باش غادي نديرو كيكه المول العجيب اللي غير بيضه وحده كيف ما شفتوا البنات، بيضه وحده غادي ندير لكم كيكه اللي راقيه في المنظر وبنينه بزاف بزاف. المهم خديت البنات واحد الاناء غادي ندير فيه بيضه تكون حتى هي بحراره المطبخ، يعني تكونوا مخرجينها على تيساع من الثلاجه. غادي نزيد واحد نصف كاس ديال السنيده، انا غنحاول البنات نخدم معكم كيما شفتوا يعني بنفس الكاس باش يبقى هكا ما تكثروش عليكم قوه المواعن. هذاك الكاس نيت اللي عبرت به السنيده نفسه غادي نعبر به الزيت ونفسه غادي نعبر به الدقيق باش ملي تسالي ان شاء الله الكوتي ديالكم هكا تلقاو الكوزينه ديالكم ما معربينش عليكم بزاف ديال المواعن. صافي البنات كما قلت لكم بيضه، نص كاس ديال السنيده، نص كاس ديال الزيت، ونص كاس ديال الحليب. انا ما غادي نسمها بلا فانيلا والو لان غادي ندير فيها الكاكاو، ما نحتاج ندير لا فانيلا والو. الا بغيتو تزيدوا شي ساشيه ديال الفاني زيدوا واحد ساشيه ديال الفاني. صافي البنات غادي هنا كما كتشوفوا عندي الدقيق وعندي واحد جوج ديال الخمارات وعندي معلقه ديال الكاكاو، غادي نزيد ديك المعلقه ديال الكاكاو. المهم تكون البنات مغربله باش هكا ما ديرش لكم دوك الكويرات في الخليط ديالكم. غادي نحاول اني نخلط وغادي نبدا كنزيد في الطحين. بالنسبه للبنات الطحين ما كتهزش بزاف، كتهز كاس ونص، لان هاد المول انا عندي متوسط ماشي صغير وماشي دوك الكبارين، انا عندي متوسط البنات ولكن راه كيعطي واحد الكيكه اللي كبيره. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا غادي ندير الكاس الاول، وضروري كما تنقول لكم دائما هذا الدقيق ديالكم في ليكاك حاولوا ما امكن انكم تغربلوه باش كيجيب الكيكه منفوخه وزوينه. غادي نزيد دوك جوج خمارات البنات كيف ما شفتوا، وغادي نزيد واحد نص كاس من بعد. صافي يعني ما كنتحصلوا على واحد الخليط اللي ما تيكونش ثقيل، كيكون غير شويه يعني ما خفيف ما ثقيل باش هكا كتجينا ديك الكيكه عتي كتجي البنات كتفرتت كتجي فنه زوينه. صافي غادي نزيد هنا نص كاس ديال الدقيق، المهم زدت كاس اونص في المجموع وجوج خمارات.
خديت تما البنات المول، داك المول العجيب، يعني اللي كتقدروا تعمروا هاد الكيكه هذه باي. انا عطيتكم فكره، ممكن نتوما تخليوها بيضه، ما ديروش فيها الكاكاو، ديروا فيها الحامض، ولا ديروا فيها الفاني، وبلاصه هاد الخليط هذا اللي درناه حنايا، بلاصه الخليط الاخر اللي غنصاوب معاكم اللي درنا فيه الصلصه ديال الشوكولات، ممكن ديروا غير الكريم باتيسير ولا النشا. صافي هانتوما كما كتشوفوا هذا هو القوام اللي كنتحصلوا عليه. غادي نخويه في داك المول اللي دهنتو طوا بطبيعه الحال بالدقيق وبالزبده. الا عندكم الكاكاو دهنوه بالكاكاو، من الاحسن. انا كنبقاش عندي، بقات عندي غير ديك المعلقه هي اللي درت في الخليط. المهم غندخلها للفران، الفران بطبيعه الحال كيف ما العاده يكون شاعل غير من التحت ويكون بارد حتى طيبنا الكيكه ديالنا. بالنسبه للبنات الكريمه اللي غادي نديرو وسط هاد الكيكه هذه كتجي ولا اروع. غادي ندير جوج كيسان ديال الحليب بارد، غنزيد عليهم جوج معالق ديال السنيده، وممكن ديروا حتى ثلاثه المعالق. وغادي نزيد جوج معالق عامرين بالكريم باتيسير بلوغو ديال الشوكولاط، ممكن تعوضوا بالنشا الا بغيتوا، وتزيدوا ديك معلقه ديال الكاكاو وهاد دانون ديال الدرهم. وانا زدت البنات، درت غير ديك الكريمه ديال الشوكولاط، وزدت عليها واحد خمسه الشوكولاتات، وزدت عليها واحد دانون ديال درهم الشوكولاط. صافي ما كايناش هذيك لا كريم ديال لوغو اللي بلوغو الشوكولاط، ديروا غير النشا وزيدوا معاها معلقه ديال الكاكاو. صافي كيف ما شفتوا، من بعد ما غليت هذاك الخليط وزدت عليهم في اخر كما شفتوا في الفيديو، غادي ندخلها دابا كتبرد حتى تبرد مزيان، ونتلاقاو ان شاء الله. بالنسبه للبنات الكيكه كيف ما كتشوفوا كتجي رائعه، كتجي على هذا الشكل هذا. انا زينتها هنايا كما كتشوفوا بهذا الفرومبواز وبهذا السكر كلاصي، وكيبقى دائما التقديم على حسب المتوفر، حتى ان شاء الله تتشوفوها معايا في الطبيله ديال الكوتي. صافي البنات هانتوما كيف ما كتشوفوا، هذه هي الطبيله ديال الكوتي ديالنا. الطبله متنوعه من كل حاجه شويه، واكيد الطبله اللي اقتصاديه مليون في المئة، فكتعرفوا مع اختكم. بنتي مسكينه ضربها البرد. كما قلت لكم البنات، دائما مع اختكم ناديه، ما كاين غير الاقتصاد، كل شيء اقتصادي وعلى قد الجيب. المهم البنات، الطبيله كتكون من كيكه، ضروري كنعرفوا ان الطبيله ديال الكوتي ضروري من الكيكه. وهنا كيف ما كتشوفوا البنات، حطيت ديك الطبيصيل ديال الحلوه اللي كنت شاركت معكم، حلوه اقتصاديه وعلى قد الجيب. هنا كيف ما تتشوفوا البنات، داك الملاوي اللي كيجي زوين البنات بزاف بزاف. هانتوما شوفوا البنات شحال كيجي مورق وزوين. هانتوما البنات حيت شاده الكاميرا، انا غادي نقرب لكم. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي مورق، كيجي فن البنات. هانتوما ما معجن ما حتى شي حاجه. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا تيجي هشيش هذا المسم، هذا الملوي. هانتوما البنات زعما هانتوما راه كلشي باين لكم قدام عينيكم، كيجي فن البنات. شوفوا شحال كيجي مورق وزوين. بالنسبه للبنات الشهده ديالنا كيف ما تتشوفوا، ها هي كتجي رائعه حتى هي، كتجي فنانه نقسم لكم. تشوفوا كيفاش جات، ها هي البنات كيف ما كتشوفوا، شو كيفاش جات، جات قطنيه. هانتوما كما قلت لكم البنات قطنيه وزوينه. هانتوما صافي البنات، غنقسم معكم دابا الكيكه اللي صوبنا، نقسم معكم واحد المرسو باش تشوفوها كيفاش جات. هنا البنات نقطع لكم الكيكه باش تشوفوها كيفاش جات، كتجي رائعه البنات. هاد الكيكه هادي كتجي زوينه، وراه حطها معكم بزاف د المرات، حطها معكم هاد الكيكه هادي. هانتوما البنات كيفاش كتجي، هانتوما عليكم هنا باش تبان لكم مزيان. شو البنات كتجي فنه، كتجي ديك الكريمه عاقده. هانتوما يعني غير بدوك جوج معالق اللي درنا ديال لا كريم باتيسير بلوغو ديال الشوكولات، كتجي فنه. هانتوما البنات، وكنعتذر مره اخرى على التصويره البنات، لان تليفوني ما عرفتش مالو ولا تيصور ليا شويه، التصوير ديالو ما بقاش بجوده اللي كيف ما كان. مهمه البنات، الله يسهل الله يجيب الرزق. هانتوما البنات هذه هي الكيكه، شفتوا
كتجي فنة. كتبقى البنات هذه هي الطبيلة ديال الكوتي ديالنا كيف ما شفتوا. كما قلت لكم البنات وطبيعة الحال نسيت برد ديال اتاي. صافي. وبالنسبة للبنات تما راه حطيت داكشي اللي عندي، شوية ديال الزيت، شوية ديال الزيتون، كاشير، وهذيك تما عندي كونفيتور عندي فيها العسل. فهادشي اللي كاين البنات، هذه هي الطبيلة ديالنا. كنتمنى الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنسونيش من تعاليقكم الرائعه، والجايين دائما حاضره نضره معايا في الفيديوهات. واخا انا غنعطيك، الى واخا الى بلاتي انا نعطيك شكلاط شكلاط. صافي لوجي كيبان شكلاط. صافي فهادشي اللي كاين البنات، كنتمنى الى عجبكم الفيديو ما تنسونيش اكيد من البصيمه ديالكم ومن تعاليقكم الرائعه. وبسلام عليكم فيديو اخر ان شاء الله باذن الله.